السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا وكنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديوهات السابقه. حنا باقيين مواصلين في المواكبه ديال كاس العالم لموضوع ديال الساعه، يعني كلشي كيهضر دابا على كاس العالم، وغدا ان شاء الله غادي تكون المقابله الاولى يعني افتتاح كاس العالم ما بين قطر والاكوادور. علاش درت هذا لا فيديو؟ هذا درتو خصيصا على واحد السؤال، وهذا السؤال هو اللي غادي نجاوبوا عليه في هذه الحلقه. واش المنتخب الوطني المغربي قادر يدوز للدور الثاني اولا قادر يوصل للادوار المتقدمه؟ هذا السؤال هذا كيتراود في ذهن اي مغربي، فاحنا ان شاء الله غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا وغادي نجاوبوا عليه بالدالي. شحال هذيك في المونديال ديال قطر، في المونديال ديال روسيا 2018، كان عندي احساس اولا كنت متنبأ بانه غادي نشوفوا شي منتخب اللي غادي يكون مفاجاه ديال الدوره، وفعلا غادي يكون هو المنتخب الكرواتي اللي وصل حتى النهايه وكان قريب ياخذ الكاس كاع. وما كانش الصحفيين الكبار الرياضيين ما كانوش متوقعين بان كرواتيا غادي توصل للنهاية. هذا المونديال هذا ديال قطر، بحكم انني عندي قناه وكنهضر مع المتتبعين اللي كنعتبرهم عائله ديالي، غادي نشارك معكم واحد الامر. هو هذا المونديال هذا ديال قطر، انا شخصيا انا الشيء اللي باش تنبأت الفينال يعني ديال كاس العالم غادي يكون بين جوج فرقات اللي ما كانش شي واحد متوقع يعني غادي يكونوا مفاجئات بزاف في هذا المونديال ديال قطر، وانا جايكم الهضره علاش. انا كنت نبأ بان الفينال غادي يكون بشي جوج فرقه، جوج منتخبات اللي ما كانوش متوقعين غادي يوصلوا النهاية. هذا هو الاحساس ديالي. علاش انا ماشي جيت وقلت هذا الاحساس هذا؟ حتى بنيت على واحد الحوايج. شنو هما؟ وهاد القضيه هذه اللي غادي نقول لكم، والله اقسم بالله الا عمرني سمعت من شي واحد هذا التحليل ديالي الاخوان. هاد المونديال ديال قطر 2022 المنتخبات اللي مشاركه كلهم منتخبات اللي في اعاده الهيكله. تقول لي كيفاش اعاده الهيكله؟ بحال المنتخب المغربي، لوكا ديال المنتخب المغربي، بزاف ديال المنتخبات بحالنا. المنتخب المغربي يلاه كيقلب على تشكيله قاره، يلاه كيقلب على بزاف ديال الحوايج، لدرجه اننا ما غاديش نخبيو على لدرجه اننا غادي بجوج لعابه اولا ثلاثه لعابه اللي ما عمرهم لعبوا مع المنتخب، وكاننا غادي نجربوهم في المونديال. بزاف ديال المنتخبات في اعاده الهيكل بحالهم بحال المغرب. على سبيل المثال البرازيل راه في اعاده الهيكله، يعني يلاه كيقلبوا على منتخب اللي غادي يديو به القاب. المانيا حتى هي كتقلب على منتخب، اسبانيا والعديد من المنتخبات. وكاينين منتخبات اللي بقاو محافظين على الركائز الاساسيه من 2018، على سبيل المثال الارجنتين، بلجيكا، كرواتيا، فرنسا. هاد المنتخبات هادو عندهم الركائز من 2018، ولكن المنتخبات اللي كانوا ما داروا والو في مونديال 2018 والمنتخبات الكبيره اللي قلت لكم دابا المانيا، فكلهم كيقلبوا على منتخب ديال الالقاب. يعني واحد الجيل، كلشي كيقلب دابا على واحد الجيل اللي غادي يدي به الالقاب. كاس العالم، كاس اوروبا، بحال دابا مثلا حنا الا كان عندنا منتخب واعر غادي نديرو به شي حاجه في كاس العالم، ورا كاس العالم كاس افريقيا نقدروا ناخذو. بحال ما هكا كيكون واحد جيل، يعني كتسمى منتخب جيل باش كدير الالقاب. فهاد المونديال هذا غادي يكون فيه تكافؤ الفرص بزاف. يعني كلشي، يعني حتى واحد ما عنده شي منتخب اللي واعر. بحال دابا مثلا الا بغينا نرشحوا شي منتخب، فالاغلبيه والمحللين الكبار كيرشحوا الارجنتين، لان هي المنتخب اللي قوي والمنتخب اللي محافظ على الركائز ديالو، زائد ان ميسي اخر مونديال ديالو والمحبين ديالو باغينو يختمها بكاس العالم. المنتخب الوطني المغربي
قادر يدوز للدور الثاني رغم الصعوبات. يعني كرواتيا راه ماشي جايه باش تدوز للدور الثاني، جايه باش تمشي للادوار المتقدمه. كذلك هو مثال بلجيكا، يعني صعيب 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 بزاف تقصي شي منتخب من هاد الجوج. هاد جوج منتخبات يعني الا دزتي للدور الثاني يعني راه غادي تقصي واحد فيهم. ولافونتاج اللي عندنا في هاد المجموعه وراه كنت قلتها في واحد الفيديو سابق، هو الماتش الاخر في المجموعه ديالنا غادي يكون ما بين بلجيكا و كرواتيا. يعني كما غادي نقولوا غادي بيناتهم حنا خصنا نكونوا غير دايرين نتيجه اللي مزيانه. فكما قلت لكم الفرص قائمه للمنتخب الوطني، يعني بحالنا بحال كما شفتوا بلجيكا في المقابله الحبيه مع مصر كامل العناصر ديالها وخسروا. غادي تقول لي لا بيعونا العجل، هذاك الشيء ما فيهش تبيع العجل، هذا منتخب ماشي فرقه. يعني ملي كتخسر منتخب راه كتكتب لي هذاك الشيء في التاريخ، كيتنقص لي حتى من الترتيب ديالو في الفيفا. يعني راه علاش بلجيكا مكلاسي مزيان؟ لان ما كيخسروش ماتشات بزاف. فملي خسروا هذا الماتش شنو قالها حتى المدرب ديالهم في الندوه الصحفيه ديالهم مورا الماتش، قال لهم راه ما كاينش شي واحد اللي كيبغي الخساره، يعني حنا ما كناش باغيين ما جايينش نخسروا. فحتى كرواتيا في المقابله الحبيه ديالها مع السعوديه ما بانتش السعوديه اقوى في سيرتو في الشوط الاول، بانتش اقوى من كرواتيا حتى الشوط الثاني، ودار تغيير المدرب ديال كرواتيا ودخل العناصر الاساسيه ديالو عاد باش تغير الماتش، ولات كرواتيا خرجات بواحد الصفر مع السعوديه. ما كانت السعوديه غادي تخرج في الشوط الاول بواحد جوج اصابات جوج لزيرو. يعني اللي بغيت نقول لكم الاخوان هو كاين تكافؤ، يعني ماشي غادي يخلعونا، يعني ما غاديش يخلعونا. وحتى في الدور الثاني الا قدر الله ودزنا راه غادي تكون المجموعه اللي بالنسبه لي انا اللي في الدور الثاني المجموعه اللي غادي نكون هي المجموعه اللي فيها المانيا واسبانيا. يعني هذيك المجموعه هي اللي غادي نلعبوا معها في الدور الثاني، وهذه المجموعه هذه براسها كتبان ليا ماشي شي مجموعه قويه. كما قلت لكم راه المانيا راه باقا كتقلب على شي منتخب، وحتى اسبانيا كذلك هو مثال، راه يلا جابوا مدربين جداد بحال لوكا ديال المنتخب المغربي. المنتخب المغربي راه براسو كيقلب على تشكيله قاره ولا تشكيله اللي غادي نديو بها الالقاب، حنا راه باقي كنقلبوا عليها. ووليد الركراكي راه ما نخافوش عليه، راه مدرب اللي عارف شنو كيدير. فهادشي اللي كان الاخوان شاركتوا معكم في هذه الحلقه هذه، وراه غدا غادي يكون المقابله ديال الافتتاح ما بين قطر والاوروغواي. غادي نعطيكم احتمال ديال هذه المقابله، يا اما غادي يكون تعادل لان المباراه ديال الافتتاح كيكون عليها شويه ديال الضغط، يا اما غادي يكون تعادل، اولا غادي الرباح غادي يكون الاكوادور. ما كنظنش قطر غادي تربح هذا الماتش، هذا التحليل ديالي. اكوادور فرقه قويه وقصات منتخبات 2018 راه ما كانوش مشاركين، واصلا راه فايت الاكوادور دازت للدور الثاني وكانوا في واحد المونديال مشاو مزيان غير الحظوظ اللي ما وقفاتش معاهم. وكما كتشوفوا راه الباراغواي الاوروغواي الشيلي بزاف ديال كولومبيا على ما اظن شي علاش، كاينين بزاف ديال المنتخبات ما مأهلاش. فالمنتخبات اللي مأهلين راه منتخبات اللي ما غاديش نقصوا منه. يعني انا كيبان لي الاكوادور تقدر تربح قطر او اللي يخرج الماتش تعادل. فان شاء الله انا فين ما غادي يكون شي مقابله غنبقى نعطيكم الريزلت ديالي، ماشي يعني هي اللي غادي تكون، غير كنشارك معكم وصافي. فبلا ما نطول عليكم الاخوان، كان هذا هو لا فيديو على الحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي. ما تبخلوش علينا باللايك بالبارطاج، واخر حاجه اللي غادي نقول لكم هي السلام عليكم، تشوفوا في الفيديو الجاي.